دعاء ما قبل المذاكرة كما تعودنا يا أحبابي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وسلمكم الله وجميع أسركم من كل مكروه ووباء وبلاء. إن شاء الله معادنا النهاردة مع الدرس السابع من دروس كورس الترجمة الشامل من البداية إلى الاحتراف. ولكن في البداية نقول بسم الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وزي ما عودت حضراتكم يا حبايبي، يلا بينا نراجع واجب الدرس السابق. يلا بينا. كانت الجملة الأولى أو الأولى، فكر حبايبي بالقاعدة رقم 11، الضمير المضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفعول، وشرحتها بالتفصيل. يلا بينا نراجع الواجب اللي على القاعدة رقم 11، وطبعا صححته للناس على الخاص. يلا بينا. الجملة الأولى بتقول إيه؟ إن تزايد السكان في دولة نامية يعقها عن تحقيق التقدم. بتقرأ الجملة مرة واثنين وثلاثة وتقف على معناها، تفهم المعنى كويس جدا وترتبها في دماغك كويس، وبعد كده تسمي الله وتطبق القواعد اللي درستها. يلا بينا نشوف الحل الصحيح للجملة دي. الناس معايا؟ معاك يا مستر محمود. يلا بينا. يلا بينا يا شباب. يبقى هنقول the increasing population in a developing country. The increasing population معناها نمو السكان المتزايد او الزيادة السكانية. واحد يقول لي مثلا عملتها over population، اجابتك صح برضو، ما فيش اي مشكلة يا حبايبي. يبقى اما اقول the increasing population يعني الزيادة المستمرة في عدد السكان، وممكن اقول over population الى مشكلة زيادة السكان او الزيادة السكانية. in a developing country ما قلتش developed، developing الاخيرة ing، لان الفرق بين الاتنين ايه؟ قلنا الاي ان جي معناها دولة نامية، لكن الاي دي معناها دولة متقدمة، فبنلخبطش بين الاثنين. يبقى ان ا ديفلوبينج كانتري، اما اقول يعوق بقى، ممكن اقول امبيدز الفعل امبيدز، او هندرز، او بريفنتس، او ستوبس، كل دول بمعنى يمنع او يعيق يا شطار، او يوقف يمنعها. يا ترى اقول ات ولا هير؟ لقيت بعض الناس عامله لي هير يا حبيبي. ات بتعود على الدولة النامية والدول كلها غير عاقل، يبقى الضمير هنا اللي هو ضمير المفعول هيبقى ات، ما قولش هير. يبقى stops it او prevents it او hinders it او impedes it from، حرف الجر from، achieving verb ing بعد حروف الجر، achieving progress يعني تحقيق التقدم. تعال نشوف رقم 2. يلا بينا يا شباب. احيانا تضطرنا الظروف ان نكذب لكي لا نحزن من نحبهم. تمام التمام. تعال نشوف الدنيا. تمام يا حبايبي. احيانا تضطرنا الظروف ان نكذب لكي لا نحزن من نحبهم. يلا حبايبي نشوف الاجابة الصح كده مع بعض. يلا بينا. ابدأ الجملة في sometimes عادي، مفيش مشكلة خالص، وممكن تحطها بعد الفاعل. تمام مفيش مشكلة. فنقول ايه بقى؟ يلا بينا كده وركز قوي معايا. هنقول sometimes circumstances اللي هي الظروف او conditions تمشي برضو. طيب حلوة. يبقى اما اقول circumstances واما اقول conditions، الشرطة دي يعني الكلمتين يمشوا. تمام. compel تمشي. تمام. تجبر او force برضو بمعنى تجبر، او make ممكن احط make كمان، وما تحطش اس الفورس او كومبل. ليه؟ تمام، لان الفاعل conditions او circumstances جمع، فالفعل بعديهم في المصدر. يبقى اما نقول كومبل تجبر، فورس تجبر، ميك تجبر، وبعد كده نحط الاوبجكت بروناون اللي هو ضمير المفعول، ثم تو الفعل فين؟ في المصدر، ما تنساش. يبقى فورس اس تو لاي سو ذات. تمام. اما نستخدم سو ذات بمعنى حتى، ويجي بعدها جمله كامله، اوعى تنسى القاعده، بمعنى حتى. وي ادي الفاعل، حلو قوي، نحط بعد كده جمله كامله فاعل ثم فاعل، يبقى dont mourn، mourn بمعنى يحزن. يبقى so that we don't mourn، ما ينفعش اقول so that don't mourn على طول، لازم في فاعل وفعل والجمله منفيه. زوس هؤلاء
we love الذين نحبهم، ادي طريقة. وممكن اقول كمان in order not to، فاكرين دي بمعنى ايه؟ لكي لا، برافو عليكم. make نجعل whom الذين، ضمير 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 وصل بيعود على مفعول، make whom we love sad، حتى لا نجعل او لكي لا نجعل الذين نحبهم ها حزانا او مش مبسوطين. تمام يا شطار، وصلت. يلا بينا نروح للترجمة اللي بعد كده. مركزين معايا؟ مركزين يا مستر؟ فوق يا عم انت وهو، السنة بدأت. الناس اللي لسه نايمة، تمام، الناس اللي لسه نايمة فوق يا حبيبي، السنة بدأت. أصبح تطوير منظومة السكك الحديدية أمرا حتميا لما ينتج عنها من كوارث مفجعة وخسائر فادحة. يلا بينا نروح للحل على طول مباشرة، يلا بينا. يبقى هنقول ايه؟ تمام، الله الله، انا عايز اقول تطوير، يبقى the development الله of the railway system او the rail system، يعني نظام السكك الحديدية. لقيت واحد كاتب لي iron system، يا عم حرام عليك، النظام الحديدي، لا احنا عايزين السكك الحديدية محفوظة. يبقى the development of the railway system او rail system has become، اصبح. حلو قوي، احنا ما حددناش هنا ها زمن الجملة بكلمة دالة على الماضي مثلا البسيط، فاستخدمنا زمن مين؟ المضارع التام لوجود كلمة مين يا حبايبي؟ لقد، لقد أصبح. فأما ألاقي كلمة لقد، وقلناها قبل كده وشرحناها بالتفصيل، موجودة في الجملة، أما ألاقي كلمة لقد موجودة في الجملة وما فيش كلمة دالة على الماضي البسيط يا حبايبي، نستخدم زمن المضارع التام البريزنت بيرفكت. تاني قاعدة دي قلناها كتير، اما الاقي في الجملة لقد، لقد مش قد، قد لا قاعدة تاني هنتكلم عن لقد، لو لقينا في الجملة في بداية الجملة لقد وما فيش كلمة دالة على الماضي البسيط نستخدم مضارع تام. طب افرض لقينا لقد وفي كلمة بتدل على الماضي البسيط زي yesterday ago in the past الى اخره، لا ساعتها نستخدم ماضي بسيط عادي. تمام، يبقى the development of the railway system has become ضرورة، يبقى a must، كلمة must يعني ضروري، فعل ناقص يتبع بفعل في المصدر، لكن a must اسم بمعنى ضرورة او imperative او a necessity due to بسبب او because of. تمام، the resulting، resulting يعني الناتج، صفة بمعنى الناتج او الناتجة، the resulting catastrophic disasters يعني ايه؟ catastrophic disasters يعني الكوارث. تمام يا شطار، الكارثية والعياذ بالله. تمام يا شطار، and او المصائب والازمات الكارثية، يبقى كلمة catastrophic disasters معناها الازمات الكارثية and heavy losses. واحد يقول مستر انا خليت disasters accidents تمشي معاك، يعني الحوادث الكارثية. تمام، and heavy losses، و heavy losses بمعنى الخسائر الثقيلة او الفادحة. واد عملها فتل FATAL برضو صح، يبقى heavy losses او fatal losses، و losses تتكتب LOSSES لان في ناس كانت كاتباها lose، الفعل يفقد ما تمشيش معايا. وصلت؟ تمام، يلا بينا نروح بقى نترجم من انجليزي العربي، يلا بينا. بيقولي exercise is a good way to get rid of the stress and the frustration of the workplace. اما نترجم نقول ايه؟ ان التمارين هي طريقة جيدة للتخلص من التوتر والاحباط في مكان العمل، او للتخلص من توتر واحباط مكان العمل. عندنا كلمة stress يعني التوتر، صح ولا يا شطار؟ التوتر العصبي اطلع بكلمات وحفظناها، وفراستريشن بمعنى احباط، الفيرب منها frustrate بمعنى يحبط. تمام التمام. طب اتنين، modern communication systems keep you aware of the latest news. يعني the latest news يعني الاخبار او اخر الاخبار زي ما بقولوا كده، طيب او الاخبار الاحدث، نترجمها على بعضها يبقى نقول ايه؟ تجعلك انظمة التواصل او الاتصال الحديثة على دراية، على دراية او على وعي. تمام، aware of على دراية او على وعي باخر الاخبار او باحدث الاخبار. يبقى تاني، نقولها تاني، تجعلك، واحنا قلنا من ترجم من انجليش لعربيك الافضل ان احنا نبدأ بالفعل، يبقى نقول تجعلك انظمة التواصل والاتصال الحديثة على دراية او دوما على دراية باخر الاخبار او احدث الاخبار، the latest news. يلا بينا نكمل نمبر 3.
We can't keep up with developed countries unless we use a computer. الله لن نستطيع مواكبة keep up with تمام بيساوي كوب with c o p e with w i t h لن نستطيع مواكبة الدول المتقدمة developed متقدم developing نامي developed countries unless unless يعني ايه اذا لم we use a computer اذا لم نستخدم الحاسب الالي او الكمبيوتر يبقى على بعضها لن نستطيع مواكبة الدول المتقدمة اذا لم نستخدم الحاسب الالي او الكمبيوتر وخد بالك unless اذا لم يجي بعدها فاعل وفعل يعني جملة كاملة يلا بينا دول لمسة بدل unless حطيت if we don't use هي مفيش مشكلة if زائد نفي بتساوي unless زائد اثبات وطبعا كورس الجرامر جاي استعد يا باشا الاقوى كورس موجود ان شاء الله موجود على تمام ستار موجود على مصر او موجود في مصر باذن الله تعالى شرح الجرامر باذن الله بس نجتهد ونشد حيلنا هتطلع باشا جرامر زي ما هتطلع بعد الكورس ده باشا ترجمة باذن الله يلا بينا نروح ل القاعدة رقم 12 نفتكرها الأول مع بعض يلا بينا ولا نسينا الضمير المضاف إلى اسم يترجم إلى صفة ملكية شرحناها بالتفصيل الممل المرة اللي فاتت تعالى بقى نطبق عليها ونراجع واجبها والناس حلت وبشكر كل الناس المجتهدة اللي موجودة معايا يلا بينا تقوي الألعاب الرياضية أجسامنا وتنعش عقولنا وتعلمنا الصبر والتعاون وحب الوطن يلا بينا بسم الله يبقى هنقول إيه تمام القاعدة 12 أهو أثليتكس تمشي او سبورتس او سبورتس احسن ماشي يا باشا strengthen يعني strengthen تقوي واحد قال لي enforce ماشي بس الافضل strengthen خد بالك من حتة مهمة جدا بقى ان athletics تمام شطار مع ان اخرها اس الى انها تعامل معاملة المفرد فلو قلت athletics يبقى تقول strengthens يعني لازم نحط هنا اس احطها لك اهوت يبقى مع athletics كنا نقول ايه strengthen ولا strengths ها strengthens لازم نحط في الاخر اس لكن sports جامع نقول strengthen بس وصلت لان athletics تعامل معاملة المفرد يعني الفعل اللي بعدها مفرد اخره اس وصلت ولا لا تمام لكن sports ناخد معها strengthen الفعل فين في المصدر وصلت ولا اقول كمان مرة تمام التمام athletics strengthens نحط اس او sports strengthen من غير ايه من غير اس لان sports جامع our bodies اجسادنا refresh our minds شو بحط كومة بين كل حاجة وحاجة teach us patience تعلمنا الصبر cooperation يعني cooperation التعاون كل ده كومة كومة مش and لا قبل اخر حاجة حط and اهوت and patriotism يعني patriotism يعني الوطنية او حب الوطن وممكن استبدل patriotism ب love of whom زي ما حضراتكم شايفين تمام يلا بينا نروح ل رقم 2 يأتي السياح لمصر من كل أنحاء العالم رؤية أثارها القديمة والاستمتاع بمناظرها الخلابة وماله يلا بينا نشوف الترجمة الصحيحة الفعل هنا ايه السياح يبقى ما قولش توريزم توريزم يعني السياحة صلوا بينا على سيدكم النبي قولوا صلى الله عليه وسلم يا بخيل صلى على النبي يبقى توريزم السياحة لكن توريستز السياح يبقى توريستز come from all over the world يعني يأتون من كل أنحاء العالم to see كان حد كاتب لي to watch وايه الفرق بين see watch see يرى رأي العين تمام يا جماعة اللي حاسة البصر see بمعنى يشاهد معالم سياحية وآثار وصلت ولا لا تمام التمام see بتساوي understand أحيانا بمعنى يفهم واحد يقول لك حاجة فتقول له I see هي يا I understand يعني أنا فاهمك لكن watch بمعنى يراقب او يشاهد فيلم او مسلسل او مسرحية الى اخره يراقب او يشاهد فيلم مسرحية مسلسل الى اخره يبقى في فرق بين see و watch also يبقى to see its ده ايه الله ينور صفة ملكية بتعود على مين على مصر انا غير عاقل صح يا جماعة ليروا معالمها او اثارها مش قلنا يا جماعة الضمير المضاف لاسم نحوله لصفة ملكية طب هنا اتس بتعود على عقل ولا غير عاقل غير عاقل اللي هو مصر يبقى تو سي اتس لقيت ناس عاملينها هير يا عم الحاج ما قلنا الدول غير عاقل يبقى تو سي اتس ancient monuments تمام يعني ancient monuments يعني اثارها القديمة and enjoy its beautiful scenery ويتمتعوا بي مناظرها الجميلة او الخلابة وصلت تمام التمام
يلا بينا نروح للترجمة اللي بعد كده، رقم 3، نسعى دائما إلى رفعة وتقدم بلدنا الحبيبة. وماله، يلا بينا. الإجابة هتبقى إيه؟ ركز معايا، براجع الواجب وبتعب نفسي مع إني مصححهولك، ولكن عشان زيادة تأكيد، زيادة تأكيد، لأني بحبكم وبعزكم جدا، أنتوا زي عيالي كلكم يا إخواتي الصغيرين، وعايزكم أحسن الناس وهترفعوا راسي بإذن الله تعالى كلكم، فلازم أتعب وهتعب ان شاء الله، وهجتهد اكتر واكتر واكتر باذن الله، ويا ريت اجتهادي يكون في مقابل اجتهاد منكم، عشان ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا بينا، يلا يا وحوش، يلا عمالقه مستر محمود. وي اولويز، نحن دوما، اما نقول سترايف تو يعني نسعى الى، او نجاهد لكي، اسباير تو نصبو الى، سيك تو نسعى الى، تراي تو، بس هنا الافضل التلاته دول، سترايف او اسباير او سيك، التلاته بيساووا بعض. طب ليه حاططهم جنب بعض؟ عشان تحفظ كلمات اكتر. الله، تبقى عارف ان الكلمه دي بتساوي دي بتساوي دي، يعني بنستفيد. طيب عايز اقول رفعه، اما اقول ذا هاينس، واما اقول جلوري، جلوري بمعنى العظمه او المجد او الرفعه، وهاينس معناها العلو او الارتفاع، تمام. And the advance يعني التقدم، أو progress of our beloved country، مش loved بس، of our beloved country، بلدنا المحبوبة أو المعشوقة اللي هي مصر، ربنا يحفظها. وصلت دي القاعدة رقم 12 على فكرة. خلصنا كده التراجم من عربي الإنجليزي، يلا بينا ننتقل بقى للتراجم من إنجليزي العربي. We should bring up our children on good manners to be good citizens. نقول يجب علينا تربية أو أن نربي أطفالنا على الأخلاق الحميدة لكي يكونوا مواطنين صالحين. طيب رقم 2، Egyptian people never hesitate to sacrifice their lives for the sake of their country. For the sake of معناها من أجل مصلحة، احفظ for the sake of، تمام. يبقى هنقول لا يتردد، هيسيتيت بمعنى يتردد، لا يتردد الشعب المصري ابدا ان يضحي بحياته، ساكريفايز يعني يضحي او تضحيه، بحياته، او ان يضحون بحياتهم، فور ذا سيك اوف ذير كونتري، من اجل مصلحه بلدهم او وطنهم، تمام تمام. الاخيره، modern forms of communication play a vital role in our modern life. يبقى نقول يلا شطار، تلعب، نبدأ بالفعل اهو اللي هو مين، بلاي، حلو قوي. او نقول ايه بقى، تلعب، تلعب ايه، اشكال التواصل الحديثة، تلعب اشكال التواصل الحديثة، a vital rule يعني vital rule، دورا حيويا in our modern life، في حياتنا المعاصرة او في حياتنا الحديثة، تمام. انت طبعا سمعنا الكلمات دي والناس سمعت القديم، بشكر كل الناس اللي بتلتزم حرفيا بالواجب. طلب من حبايبي قبل ما انسى، يا ريت الواجب اللي اديه لحضرتك او حضرتك يتعمل بالحرف، ما يتسابش منه حرف، كلامه واضح، عشان الحته دي بتزعلني جدا. اللي اقوله يتعمل بالحرف، تعليماتي تتنفذ بالحرف، خلاص يا شباب. انا بحب شغل الجيش جدا، بحب شغل النظام جدا، بحب شغل الانضباط جدا، في ناس كلامها اكتر من فعلها، ما بحبهمش، انا عايز فعل مش عايز كلام، خلاص اتفقنا ولا ايه؟ اقول سمع كلماتك، لا تسمع، اعمل الواجب الاضافي الفلاني تعمله، حاول تخلص واجبك على طول، ما تتأخرش في الواجب، الا اللي عنده ظرف بيستأذني، وانا على فكرة بقبل ظروف الناس وبقدر ظروف الناس وبساعدهم والله العظيم، لكن لازم نتفاعل. خلاص احنا دخلنا في سبعة، خلاص الان بتجري، وانت نظام حديث محتاج مجهود مضاعف، ده النظام القديم كانت ناس مرحومة عندهم منهج محدد ما بيخرجش عنه الامتحان، ولو جت جملة الدنيا بتقوم ما بتقعدش، لكن انت حضرتك دلوقتي وضع الامتحان براحته، يحط من اي مكان، وما تقدرش تفتح بقك لانه عام عرفك ان ايه، ان دي لغة، ان ده نظام جديد، انت مطالب بكل حاجة. يا جماعة فوقوا عشان ربنا يكرمكم، يا رب يكون الكلمتين دول فوقوكم. يلا بينا ننتقل بفضل الرحمن ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، للقاعدة رقم 13 وفوق معايا. ومن النهاردة هناخد أربع قواعد إن شاء الله عشان نخلص الكورس واحدة واحدة. 13، المفعول المطلق. وماله؟ المفعول المطلق، عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها إيه؟ مفعول مطلق، تهتم الدولة اهتماماً، تمام يا جماعة؟ تتأثر السياحة تأثرا، تحسن الموقف تحسنا، ده اسمه ايه؟
مفعول مطلق. طيب المفعول المطلق لا يترجم، ما بيترجمش، تمام، في اللغة الإنجليزية، ولكن بنستخدم حال يدل على معناه. يبقى المفعول المطلق في اللغة العربية بنحوله لحال في اللغة الإنجليزية. نقول تاني، المفعول المطلق في اللغة العربية يحول إلى حال يعطي معناه أو يدل على معناه في اللغة الإنجليزية. طب مستر أمثلة عشان نفهم من عيني. عايز أقول تتم زيارته بانتظام، بانتظام مفعول مطلق. يبقى نقول ايه؟ ها بي اللي هو فيرب تو بي، او نقول هي از مثلا، تمام شطار، هي از فيرب تو بي، بي ام او از ار او از وير على حسب. يبقى هي از او شي از او زي ار على حسب الفعل، حاطين فيرب تو بي يعني ايه، بتصرف فيرب تو بي على حسب الفعل المفرد او جمع. طيب بي ريجولارلي، الله فين المفعول المطلق هنا؟ ريجولارلي visited. يبقى بانتظام حطينا بداله، هو مفعول مطلق في اللغه العربيه، حطينا بداله مين؟ حطينا بداله حال وحطيناه قبل الفعل، صح ولا غلط؟ تمام التمام. طب يا مستر كمان مثال عشان افهم اكتر من عينيا. تحسنت تدريجيا، تمام، او تحسن او تحسنوا، حط فيرب تو هاف. يبقى نقول يا شطار ها have gradually improved. فين المفعول المطلق هنا؟ gradually. gradually يعني تدريجيا، تدريجيا حولناها الحال وحطيناه قبل الفعل. وصلت لما قالينا هنا حطينا فيرب تو هاف لان ما حددناش وقت التحسن، فنستخدم مضارع تام، صح؟ مش قلنا اذا لم نحدد وقت حدوث الفعل بكلمه داله نستخدم مضارع تام؟ وصلت ولا لا؟ وصلت. طب كمان مثال، يزداد سوءا بشكل خطير. فين المفعول المطلق هنا؟ بشكل خطير، تمام يا شطار، تمام. نترجمها ازاي؟ بنقول جرو، تمام، يزداد او ينمو، سيريسلي وورس، سيريسلي بشكل خطير، ونحط بعدها الصفه وورس بمعنى سيء او سوءا. يبقى الخلاصه عشان ما انتهش، اي مفعول مطلق في اللغه العربيه بنحوله لحال في اللغه الانجليزيه وبنحطه قبل الفعل او قبل الصفه على حسب معنى الجمله. بانتظام regularly، بتدريجيا gradually، بشكل خطير seriously، بشكل عظيم سمعوني greatly، بشكل عظيم greatly، الله ينور عليكم، بشكل جميل beautifully. فهمتوا اللعبه؟ فهمنا اللعبه؟ فهمنا اللعبه. طيب الواجب على الحته دي، يلا بينا. بيقول لي تهتم الدولة بالتعليم اهتماما كبيرا، اهتماما، تتأثر السياحة تأثرا كبيرا بالأحداث الجارية في العالم، تحسن الموقف تحسنا تدريجيا. وصلت؟ وصل يا شطار. عندك اهتماما كبيرا، تأثرا كبيرا، كبيرا ده ايه؟ بشكل عظيم، هتقول جريتلي. وصلت الشطار؟ تقول ايه؟ جريتلي. وصلت. يبقى كبيرا دي هنخليها جريتلي، تمام. طيب تحسن الموقف تحسنا تدريجيا، تدريجيا تبقى جراديوالي. طب لو بانتظام، فهمتوا؟ ريجولارلي. طيب يلا بينا نروح للترجمه بقى الواجب من انجليزي العربي. Our age is the age of the atom, space and revolutionary medical achievements. هذا واحد. To reach your goals you should be ambitious and determined. 3. The Egyptian economy has greatly improved in recent years. تمام التمام. يلا بينا ننتقل للقاعدة رقم 14. تمام؟ يلا بينا. تستخدم of عندما يكون المضاف إليه غير عاقل. الحتة دي مهمة أوي، فاكرين قلنا بنترجم المضاف والمضاف إليه إزاي في اللغة الإنجليزية؟ من عربي إنجليزي، قلنا نضع the قبل النكرة و of قبل المعرفة. ولكن لازم المعرفة دي تكون غير عاقل. ليه؟ لأن لو المضاف إليه عاقل بنستخدم اس الملكية، يبقى ملكية مش مضاف ومضاف إليه. إزاي يا مستر؟ صلى الله على رسول الله. تعال نشرح الحتة دي الأول. احنا بنقول إيه؟ تستخدم of عندما يكون المضاف إليه غير عاقل، لكن لو المضاف إليه عاقل مالك يبقى ساعتها هنستخدم الاس ابوستروفي او الابوستروفي اس لا اس الملكيه. طب ازاي احدد امثله على ده وده؟ طيب عايزين نقول وزاره التعليم، ده مضاف ومضاف اليه، وزاره نكره والتعليم معرفه، يبقى ده مضاف ومضاف اليه، وما نلخبطش بينها وبين النعت. النعت معرفه معرفه او نكره نكره، النعت معرفه اللي هي الصفه يعني، معرفه معرفه او نكره نكره، لكن المضاف والمضاف اليه يا حبايبي نكره معرفه او وزاره
التعليم مضارع نكره والتعليم معرفه، يبقى ده مضاف ومضاف اليه، يبقى هنقول ايه ساعتها؟ نحط ذا قبل النكره اللي هي وزاره اهي، وحاطين قبلها مين؟ ذا واوف قبل المعرفه اللي هي مين؟ education. بس سؤال، education عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، فعشان كده حطينا اوف. تمام، تبقى ذا مينستري اوف education. واحد مثلا، ما انت اعطيتنا طريقه ثانيه ممكن نقول education ministry، صح يا حبيبي، وتشقلب عادي. ما قلنا دي الطريقه الثانيه للمضاف المضاف اليه، اما نشقلب زي الصفه والموصوف، واما نحط ذا قبل النكره. حط ذا قبل النكره واوف قبل المعرفه. تمام، طب مثال كمان يا مستر الحته دي. حاضر، مشكله التلوث، مشكله نكره والتلوث معرفه، صح ولا انا غلطان؟ ده يبقى مضاف ومضاف اليه، يبقى نقول ايه؟ يلا ذا بروبلم، نحط ذا قبل النكره لا بروبلم، واوف قبل المعرفه اللي هو تلوث، تبقى ذا بروبلم اوف بلوشن. طب لو عايزين نشال بنقول ايه؟ بلوشن بروبلم، تنفع عادي مفيش مشكله، ذا بلوشن بروبلم تمشي عادي. يبقى اما نشقلب واما نحط ذا قبل النكره واوف قبل المعرفه، بس لازم المعرفه ديت او اللي بنقول عليه المضاف اليه يكون غير عاقل عشان نطبق القاعدتين دول. تمام، طب افرض يا مستر بقى انا عايز اقول ايه؟ شنطه احمد، يا نهار ابيض، شنطه احمد نقولها ايه؟ نقول ذا باج اوف احمد. غلط، ليه؟ لان احمد عاقل. احمد عاقل، صح ولا انا غلطان؟ يبقى ساعتها نستخدم الملكيه ونقول ايه؟ احمد زباج. الله، تبقى مين يا شطار؟ هكتبها لك اهو، خليك معايا يا باشا. انا عايز اقول ايه؟ سمعني كده، شنطه احمد او شنطه الرجل. شايفينها ولا مش شايفينها؟ شايفينها يا مستر، شنطه احمد اهي. طيب كويس قوي. طيب راحت ليه؟ تعالى نكتبها تاني من عينيا الاتنين، بس نغير اللون عشان حضراتكم تشوفوا معايا اهو. نقول مع بعض شنطة أحمد أو شنطة الرجل. يلا نترجمها مع بعض، يلا بينا نترجمها مع بعض، كلام سهل خالص. ترجمها ازاي؟ يلا خليك معايا كده يا باشا، يا مسهل الحال يا رب. أهو هنقول إيه؟ ذا باج أوف أحمد. غلط، ما هو ده مضاف مضاف إليه، شنطة نكرة وأحمد معرفة. أحمد معرفة، أسماء الأعلام كلها مع إيه؟ معرفة. تمام، أو شنطة الرجل، إيه المشكلة؟ ساعتها تقول ايه؟ الاقي واحد يقول لك ايه؟ ذا باج اوف احمد. غلط يا حبيبي، احمدز الصح، تبقى ايه؟ احمدز، ونحط الابوستروفي، صح ولا انا غلطان؟ صح يا مستر. تمام، احمدز، نحاول ايه نجيب لكم الابوستروفي، اي حاجه كده تمشي الدنيا معانا. تمام، المهم بحط انت الابوستروف عشان ايه؟ الكيبورد مع اصلاجه معايا، تبقى مين يا حبايبي؟ احمد زباج. تبقى يا شباب احمد، طبعا هنحط هنا ابوستروفي اس، معلش مش عارف يجي معايا الكيبورد هنا، مش عارف ليه مع اصلج معايا. تمام، زي الفل. يبقى شنطه احمد نقول ايه؟ زباج اوف احمد ولا احمد زباج؟ لا طبعا الاجابه تبقى احمد زباج. وصلت؟ تمام، احاول احط الابوستروف كده يا رب تيجي معايا. لا مش قادره تيجي برضه، مش عارف ليه. تمام خلاص، براحتك بقى، تبقى مين يا شطار؟ احمد زباج. طيب يبقى شرط المضاف والمضاف اليه نستخدم ذا قبل النكره واوف قبل المعرفه، او اشقلب، ان يكون المضاف اليه غير عاقل زي التعليم هنا او التلوث هنا. طب افرض يا مستر المضاف اليه عاقل، لا يبقى هنا ملكيه. يبقى لو لقينا عاقل، يعني خلاصه تقول لقينا عاقل في الحدوته، نستخدم الملكيه الابوستروف اس او الاس ابوستروفي لو كان المالك العاقل جمع. هشرح ان شاء الله حته الملكيه بالتفصيل. اوعى تنسوا تحطوا بعد احمد هنا ابوستروفي اس، ما اسمهاش ابوستروف، اسمها ابوستروفي اس، وابوستروف ده نطق خاطئ. طب يلا بينا ناخد امثله على هذا الكلام، او واجب على هذا الكلام. تمثل مشكله البطاله قضيه عاجله بحاجه الى حل مناسب. طيب مشكلة البطالة، ينبغي أن يرتبط التعليم في مدارسنا وجامعاتنا بمتطلبات سوق العمل، أدي اتنين. سلوكنا الحضاري مع السائحين سوف يجذبهم لزيارة بلدنا، أدي تلاتة. يلا روح من من إنجلش لأرابيك بقى. The Ministry of Education is keen on developing and updating the educational process all over Egypt، أدي واحد. Television is a great invention. It's a good means of culture, knowledge, and entertainment. Illegal immigration has recently become a big issue in Egypt. يلا repeat after me الكلمات بتاعت الجزء ده. Education, education, improve, exert, efforts,
unemployed, current events, process, civilized behavior, entertainment, urgent, knowledge, illegal, immigration, immigration. طبعا ممكن اشيل الاي ام تبقى immigration بس مفيش مشكله، يبقى immigration. immigrate يهاجر، تمام، immigration الهجره. issue determined. يلا بينا نروح للقاعده رقم كام. القاعده رقم 15. رقم كام يا شطار؟ 15. دي القاعده رقم 15. حفظ تصريفات الافعال الشائعه، لازم تكون حافظ تصريفات الافعال وخصوصا الافعال الشاذه، الافعال المنتظمه بنصرفها باضافه دي لاي دي لاي اي دي. اما نيجي نشرح زمن الماضي البسيط ان شاء الله هنقول الكلام ده. والافعال الغير منتظمه الريجولر بتحفظ كما هي على حسب تصريفات الافعال. واللي محتاج الجدول بتاع تصريفات الافعال اللي موجود في اخر كل الكتب الخارجيه ومش موجود عنده يبعت لي، هبعته له، لازم تحفظهم عشان ما تلخبطش وتبقى عارف تصريفات. يعني اما الاقي والله دهشت، اما الاقي طالبه ممتازه تمام كاتبه لي بيكمد، لا يا حبيبي بيكم بيكيم بيكم، يبقى لازم تراجع مراجعه على السريع كده على افعال مين وتصريفات الافعال الشاذه. طيب يبقى لازم نكون حافظين تصريفات الافعال الشائعه وخصوصا الشاذه حتى نتمكن من كتابه الجمله في زمانها الصحيح. صح ولا ايه؟ تمام. يوجد الكثير من الافعال الغير منتظمه والتي نحتاج اليها في الترجمه ولازم نحفظها. لقد اصبح تطوير التعليم من اهم الاهداف التي تسعى الحكومه لتحقيقها. سهل لي حبايبي الشطار، لقد ومفيش كلمه بتدل على الماضي البسيط، يبقى افضليه لزمن ايه؟ برافو عليكم، افضليه لزمن المضارع التام. طب المضارع التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاف او هاز والتصريف الثالث للفعل. نسينا دي ولا ايه؟ لا يا مستر فاكرينها، صح ولا يا شطار؟ اهو لقد اصبح تطوير التعليم من اهم الاهداف التي تسعى الحكومه لتحقيقها. طيب يبقى لقد موجوده، مفيش كلمه داله على الماضي البسيط، يبقى محتاج لزمن المضارع التام. طب المضارع التام بيتكون من ايه؟ من هاف او هاز والتصريف الثالث للفعل. طب انت مش حافظ التصريفات مش هتعرف تجيب التصريف الثالث للفعل من فعل شاز. طيب يلا نترجمها، يلا بينا. يبقى نقول education ادي الفاعل، ها لوحدها لا، education reform ده الفاعل يعني اصلاح التعليم. قد يكون الفعل مكون من كلمه او من اكثر من كلمه. بنقول ايه؟ education reform has become one of the most important aims، واحد من اهم الاهداف، that our government اللي حكومتنا tries to achieve تحاول تحقيقها. فين الشاهد هنا؟ ده زمن مضارع تام. قلنا has ايه؟ has become ولا has became ولا has become؟ has become لان ده مضارع تام، وهاف وهاز بيجي بعديهم التصريف الثالث للفعل، يبقى لازم مراجعه سريعه على تصريفات الافعال الشاذه خصوصا. تمام وصلت؟ طيب من اكثر الافعال الشاذه شيوعا في الاستخدام اليمين go went gone او gone ونط ان صح، come came come become became become win won won. وفي ناس تنطقها تقول لي win won won، اللي هيجي لك won في نافوخك اتقي الله. يعني لو تتكلم واحد اجنبي تقول له won هقول لك won السلام عليكم ورحمه الله ويمشي ويسيبك. won مين؟ وهنقول تاني win won won، give gave given. تمام. وطبعا في قائمه كبيره جدا اكتر من 200 وحاجه فعل شاذين لازم تبص عليهم، واللي مش عنده اتفضل يقول لي، هما موجودين في معظم الكتب الخارجيه في اخر الكتاب سواء كتاب جيم او المعاصر او الى اخره. طيب يلا بينا نروح للواجب اللي على النقطه دي. لقد وهب الله مصر الكثير من الاماكن السياحيه الجذابه والطقس الرائع. تمام. لم يستطيع الفريق المصري ان يحقق اي انجاز في بطولة كاس العالم 2018 واتظبطنا الثلاث ماتشات. تمام زي الفل. طب ترجمة من انجليزي العربي، the government pays great attention to، فاكرين التعبير ده اللي بيجي بعد اسمه او verb ing، يعني يولي اهتماما كبيرا مي او يعطي اهتماما كبيرا ليه. ما ينفعش اقول gives great attention، pays great attention to children with special needs، يعني ذوي الاحتياجات ايه؟ مع نفسك. انا قلت ما بيساعدش كتير. The government does its best، لان the government ايه؟ غير عاقل فاستخدمنا its. its best to raise the individual's standard of living. تمام. يلا ننتقل للقاعده رقم 16. يلا يا شباب بدانا ناخد اهوت اربع قواعد باربع قواعد عشان نخلص الكورسات ونبدا في منهجنا ان شاء الله. مع ان الكورسات عايز اقول لحضراتكم حاجه ممتده معانا طول السنه، انا خلصها شرح وطول السنه تاخد عليها تمارين تمارين تمارين. ما تيجي تقول لي اعتقنا لوجه الله بقى مستر زهقنا، والله هزهقكم بجد، ناويلكم نيه سودة، هتتعبوا السنه دي معايا، بس والله تعب
اخره ان شاء الله راحه كبيره، هتدعوا لي باذن الله. حفظ الافعال التي لا تحتاج لحروف جر. يعني ايه؟ يعني الاقي طالب جمله الترجمه فيها انجوي، او جمله الترجمه فيها تمتع بيه او يستمتع بيه، ابص ليه مترجمها لي انجوي ويز. يا اخي اتقي الله، انجوي معناها يتمتع بيه بدون حرف جر. فهناك من الافعال، هناك من الافعال كلمه واحده ولكن بحرف الجر بتاعها، مش محتاجه الحرف جر بعدها. يبقى لازم نحفظ، ها، حفظ الافعال التي لا تحتاج لحرف جر، حرف الجر منها فيها، حرف جرها منها فيها، مش محتاجه الحرف جر. تمام. طب يلا بينا نترجم الجمله دي. استمتعنا بالحفله، واحد يترجمها يقول لك وي انجويد ويز ذا بارتي، اقول له الاقي يجي لك ويز وبط في نافوخك. لا، وي انجويد ذا بارتي. ليه؟ الشاطر يقول لي يا مستر لان انجوي من الافعال التي لا تحتاج لحروف جر، حرف الجر منها فيها، هي معناها استمتع بيه بدون حرف جر. الله، خد بالكم من الحاجات المهمه دي. ليه يا مستر يعني متك علينا او مهتم او بالترجمه؟ لانك لو اتقنت الترجمه اتقنت كل اسئله الامتحان. هتقول ازاي؟ الايسي هو عربي بتجيب افكار عربي تترجمها انجليزي، فلو حضرتك حافظ كم كبير من الكلمات والتعبيرات وبترجم كويس هتكتب احسن مقال بضمانة المقال. سؤال الترجمه هيبقى في جيبك، سؤال القطعه لحفظك لكثير من الكلمات وهتحفظه معايا قاموس وهتشوفه. قاموس بتاع مستر محمود اللي مش موجود اللي احفظ معانا. اكسكلوسيف عندنا حصري بفضل الله. وعدوا امتى يا مستر مش هتنزل تاني؟ نبدا كورس ان شاء الله الجرامر، وانزل بقى كلمات بتاع تحفظ معانا اول باول، تحفظه معايا ان شاء الله. طب دلوقتي ما احنا بنحفظ كلمات تراجم اول باول، صح ولا يا شباب؟ تمام التمام. نخلص من حاجه حاجه، ما بحبش التشتيت. واحد يقول مثلا يا ريت محاضره كده ومحاضره كده، ما بحبش التشتت، بحب اركز في حاجه واحده والطلبه بتاعتي خليها تركز في حاجه واحده، لان الافاده بتكون اكتر. صح ولا انا غلطان؟ واعتقد كلكم متفقين معايا. طيب يلا بينا. طيب يبقى نقول وي انجويد ذا بارتي. طيب يوجد الكثير من هذه الافعال، اهمهم هم تحفظهم لي، وهنزل لك غيرهم. تمام يا شطار؟ بس دول ايه اهمهم. celebrate يحتفل بي، realize يدرك ان، join يلتحق بي، مفيش بعدهم حروف جر لكن معناهم بالعربي في حرف جر، enjoy يتمتع بي ويستمتع بي، arrest يقبض على، reach يصل الى، adore يعجب بي، affect يؤثر على، sacrifice يضحي بي، recognize يتعرف على، obtain يحصل على، زي جد بالظبط، admire يعجب بي. احفظهم لدولت. وصلت؟ دول افعال لا تتبع بحرف جر الا ان معناهم باللغه العربيه في حرف جر، يبقى ما ينفعش احط بعدهم حروف جر، حرف الجر منهم فيهم. الواجب اللي على الحته دي او القاعده رقم 16، من حقك ان تعبر عن رايك بحريه ولكن يجب ان تحترم راي الاخرين. ادي واحد، احب الذهاب الى الاوبرا للاستمتاع بالموسيقى الراقيه. ادي اثنين، all heavenly religions call for peace tolerance and rejection of violence. 4. Sports reinforce values to society like honest competition and teamwork. كلمات كمان هتتحفظ، يلا بينا. Repeat after me. Aim, attractive, express, peace, values, base attention, special needs, standard of living, tolerance, reinforce, raise, individuals, religions, violence, rejection. طبعا عارفين violence العنف، لكن violent بالتي عنيف، rejection يعني نبذ او رفض، الفعل منها reject بمعنى ينبذ او يرفض. الى هنا يكون انتهينا من الدرس السابع او المحاضرة السابعة من كورس الترجمة الشامل من البداية الاحتراف. يا رب اكون افدتكم ولو بالقليل. دعواتكم ما تنسونيش من دعاكم يا حبايبي، ونجتهد ونشد حيلنا. انا عايز اتعزم عندكم في كل محافظات مصر ان شاء الله، في كل اسبوع اروح محافظه وكل يوم اروح محافظه ان شاء الله. بقى اما تخشوا طب وهندسه وصيدله واتعرف عليكم وجها لوجه، ومعايا الهديه طبعا المحترمه. ربنا يوفقكم ويكرمكم يا حبايبي ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، ولكن لازم ناخد بالاسباب ونتعب. في مثل عندنا في الانجليش بيقول نو سويت ويزاوت سويت، يعني ما فيش زي ما احنا بنقول بالعربي كده ما فيش حلاوه من غير نار، يعني ما فيش تفوق ولا نجاح من غير تعب. تمام،
نجتهد نتعب نغير من بعض في الخير. في ناس منكم بسم الله ما شاء الله ما عادش عندها اخطاء، وفي ناس دلوقتي 99.9 من الترجمه بتاعتهم صح، حاجات بسيطه، كلكم في تحسن ما شاء الله بنسب متفاوته. على اخر الكورس تلاقي نفسك بقيت تمام مع الحل الكتير، تتقن باذن الله، هتدعي لي طول عمرك والله باذن الله تعالى. ربنا يوفقكم ويكرمكم، والى ان القاكم ان شاء الله، الى ان القاكم القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.